الرحمن الرحيم. نظمنا هذا اللقاء هذا في إطار تفاعل المجتمع المدني والهيئات المنتخبة كالجماعات المحلية بطبيعة الحال باش نحافظوا على الموروث الثقافي اللي هو موروث ديال الفروسية ونفعلوه بشكل قوي باش يكون قاطرة ديال التنمية وباش يكون فعل أساسي وركيزة أساسية فعل ثقافي في المنطقة. بطبيعة الحال كما تنعلموا حنا الإقليم ديال الخريبكة هو خزان ديال الفروسية، خزان ديال الفرسان والفروسية، تعتبر أول من الأقاليم الأولى اللي تتزخر بهذا الموروث هذا. وبطبيعة الحال بغينا هذا الموروث ينتقل من فعل عادي لفعل ثقافي لفعل تنموي للفعل الأساسي في التنمية المحلية باش يكون ركيزة من الركائز اللي غنعتمدوا عليها في التنمية المحلية. بطبيعة الحال جا هذا اللقاء هذا في إطار تفاعل كما قلت سابقا بين الكائنات الانتخابية اللي هي الجماعات المحلية وما بين المجتمع المدني للحفاظ على الموروث وتفعيله بشكل قوي باش نرقاو به المستوى المطلوب. بطبيعة الحال كما تلاحظوا كما لاحظتوا من خلال الشربات كاين واحد انتقال نوعي من السابق بطبيعة الحال في الشكل ديال اللباس، في الشكل ديال الخيول، في انتقاء الخيول، في انتقاء اللباس، في الطريقة ديال الطلقة، في الطريقة ديال التحريك، واحد المجموعة ديال الحوايج انتقل التبوريدة انتقلت من واحد الشكل اللي كان تقليدي لواحد الشكل اللي هو حداثي، شكل اللي تعطي واحد الصورة جمالية للشربة، لا من ناحية اللباس، لا من ناحية الخيول، لا من ناحية الطلقة، لا من مجموعة ديال شيء طبيعي ان كما قلت سابقا هذا الموروث له تاثير كبير على التنميه المحليه على المستوى الثقافي على مستوى الفرجه لان تنعتبروه هو من انواع السياحه الداخليه. هذه المواسم تنعتبروه من انواع السياحه الداخليه وطبيعه الحال ان المغرب شاف هذه الخطوه مؤخرا ديال تشجيع السياحه الداخليه بشكل قوي وتفعيل السياحه الداخليه بشكل قوي باش نحاولوا ما امكن ننتقلوا بالشان المحلي ننوعوه من حيث السياحه من حيث الثقافه من حيث حتى اقتصاديا المواسم تتلعب دور كبير في تحريك شيئا ما الاقتصاد. واش سلسله المواسم الثقافيه المنظمه على الصعيد الاقليمي لاقليم خريبكه احنا كشباب كنواكبوا كنحضروا بقوه في هذه المواسم اولا لاحياء الموروث الثقافي للقبائل المشكله للاقليم خصوصا وانها قبائل عرفت هذا الفن ديال التفوريده منذ القديم وكذلك لكون الفروسيه موروث من موروث ثقافي اساسي للاقليم وكذلك فحضور الشباب يعطي صبغه تبغى حيوية التواجد الشبابي في التظاهرات الثقافية المنظمة على مستوى الإقليم فما كنا احنا كشباب إلا نتمنوا مثل هذه الخطوات وكنشهدوا أن الموسم داز ناجح على كل المقاييس ومن هنا كندعو الشباب للعمل على إعادة بث الروح في الموروث الثقافي وجعله ركيزه من ركائز اساسيه في اطار التنميه المستدامه التي نادى بها صاحب الجلاله نصره الله. باسم المراه في المنطقه نحييكم على ان بعدا باش تلقوا معايا وباش نعطيكم كلمتي ورايي في المواسم. المواسم هي موروث ثقافي وجاي ابعا جد وحنا تنحضروا باش نشجعوا المواسم اللي هي موروث ثقافي ديالنا نتلقاو هنا كجمعيات كنساء كرجال باش نشجعوا هذا النشاط لانه هو نشاط اللي تيدفع بنا الى الامام وتيخلينا متشبتين بالطاقات والعادات ديالنا.